السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، دلوقتي أختي أرضعت بنتي، طيب. تمام، مع العلم إن أنا أختي زوجة تانية، طيب. فهل هل أولاد زوجها يبقوا أخوات بنتي كده ولا أولاد أختي بس؟ لا، كله هنا مسألة اسمها لبن الفحل. كل امرأة تزوجها هذا الرجل ولدها، يعني أبناء هذا الرجل من أي زوجة كانت، يا شيخ. أخوة لابنتك من الرضاعة، لما سمى العلماء لبن الفحل. تصوره لبن الفحل أن يكون رجل متزوج باثنتين، واحدة أرضعت ولدا والأخرى أرضعت بنتا أجنبية وأجنبي، فيكون الولد أخو البنت من الرضاعة من الأب، فالأب هنا اسمه الفحل. فإخوات كل أولاد الرجل الذي أرضعت امرأته ابنتك إخوة لابنتك من الرضاعة. تمام، مع السلامة وإياك.